من سحر وتهليج ودوما تسلينا طوبي كثكث وكوكو والكل يرافقنا تعالوا هلموا إلينا ضموا عمو يزيد الغزو بشرة يعطينا الحل حكاية فيها عبرة حكمة مثل معلومة وبها ينور العقل عمو يزيد تعالوا هلموا إلينا ضموا عمو يزيد مساء الخير يا أطفال. مساء الخير. وش راكم يا أطفال؟ يا أطفال مرحبا بكم اليوم في حصتكم المفضلة مع عمو يزيد. وش بماذا نحتفل في هذه الفترة هذه؟ يوم 21 مارس بماذا نحتفل؟ بماذا نحتفل؟ تعرفي؟ 21 مارس واش؟ عيد عيد الشجرة فضلا فوالا برافو عيد الشجرة عيد الشجرة بماذا نحتفل؟ عيد الشجرة 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 وانت يا؟ عيد الشجرة عيد الشجرة برافو برافو زيد فضلا عيد الشجرة عيد الشجرة برافو وانت يا؟ يوم العالمي للتريزومية اليوم العالمي للتريزومية إذا عندنا مناسبتين عندنا 21 مارس هو عيد الشجرة وعندنا كذلك اليوم العالمي للتريزومية لذا اليوم استقبلنا أصدقائنا اللي راهم اليوم هاد الشابين هادو استقبلناهم اليوم باش نحتفلوا معاهم بعيدهم باش نقول لهم بلي ما نسيناكمش ونحبوكم احنا تاني يا أخي عمو يزيد يحبكم واش رايكم يا اطفال قبل ما نروحوا المفاجاه نطرح عليكم لغز تحبوا الالغاز اذا لغز اليوم يقول اللي راح نطرحه عليكم انتوما وكذلك اصدقائنا المشاهدين الاطفال الصغار يقدروا يشاركوا معنا عبر موقعنا الانترنت عمويزيد.com بهذه الطريقه اذا حبيت تجاوب على اللغز ما عليك الا تروح الانترنت تكتب عمويزيد.com تضغط على زرار جاوب على اللغز تملا الاستماره ما تنساش رقمك الهاتفي بريدك الإلكتروني والجواب على اللغز حد سعيد إذا لغز اليوم يقول تخلع ملابسها في البرد وتلبسها في الحر ولا تهرب من المطر أعيد اللغز تخلع ملابسها في البرد تلبسها في الحر ولا تهرب من المطر من هي يا ترى؟ إذا يا أطفال فكروا فكروا إلى غاية إلى غاية نهاية الحصة قعدي معايا بنتي إلى غاية نهاية الحصة وأنا اليوم جبت لكم أغنية أغنية جميلة بمناسبة عيد الشجرة تغنوا كامل معايا الشجرة جمال وروح يلا كل الأمان في الشجرة كل الأمان من الشجرة للطفل
مقعد للطالب فهمان، للشجرة سفينة نوح وفي الشجرة كل الأمان. الشجرة كمال وروح، والشجرة عند الإنسان آية من آيات اللون، والشجرة للأربع عنوان، في الشجرة خيرات الكون، في الشجرة سحر البيان، في الشجرة للفن فنون، ورفصوا للأربع عنوان. الشجرة جمال وروح، والشجرة عند الإنسان آية من آيات اللون، والشجرة أشكال ألوان. الشجرة جمال وروح، والشجرة عند الإنسان آية من آيات اللون، والشجرة أشكال ألوان. شكرا شكرا يا أطفال. أنا حبيت اليوم تجوا تكتشفوا معايا هاد الهدايا وهاد الأشغال اللي جابوهم معنا هاد الأطفال مصابين بحالة التريزوميا، اللي أنا نحبهم بزاف بزاف بزاف، باش تشوفوا بلي عندهم إرادة وعندهم ذكاء ويقدروا يديروا عدة أشياء. يلا نكتشفوا مع بعض. إذن شوفوا شوفوا الأشغال اليدوية هادو اللي يقوموا بهم الأطفال. أعطيني هذاك الكادر اللي أول هيك تاني أعطته لي، أعطيه لي كذلك. هاد الصورة هذه اللي رسمتها كذلك طفلة عمورة أسماء، تاني هدتها العمو يزيد، اللي فيها صورة جميلة جميلة جدا زيادة على قاع هاد الأشغال اللي قاموا بهم الأطفال. إذا نحيوهم تحية لهاد الأطفال هادو. إذا بوبي يا أطفال درك نروحوا نكتشفوا مع كاميليا شخصية اليوم اللي هي ذبيح شريف. يلا مع كاميليا. مساء الخير يا أطفال. اليوم جيت نحكي لكم عن الشخصية واللي هو الشهيد ذبيح شريف. إنه الشهيد شريف ذبيح المدعو السي مراد من مواليد 10 مايو 1926 بالجزائر العاصمة من أسرة محافظة. ترك مقاعد الدراسة في سن مبكر ليتوجه إلى الحياة العملية، لكن لم تخمد في صدره جودة حب العلم والمعرفة، فانضم إلى صفوف الكشافة الإسلامية التي كانت بالنسبة إليه المدرسة الحقيقية الأصلية التي اكتسب فيه حب الوطن والتحلي بالأخلاق السامية النبيلة. بعد مجازر 8 مايو 1945 ازداد قناعة بأن ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، مما دفعه إلى الالتحاق بصفوف حزب الشعب الجزائري وهو لم يتجاوز العقد الثاني من عمره. بعد اكتشاف المنظمة الخاصة عام 1950 تعرض شريف ذبيح مثل بقية رفاقه إلى من قبل البوليس الفرنسي، وذلك ما جعله يغادر تراب الوطن مؤقتا باتجاه فرنسا. عاد ذبيح شريف إلى أرض الوطن بعد أن قدر فترة من الزمن بفرنسا، وعمل على وضع أسس ومناهج لتحضير وإعداد القواعد المادية والمعنوية استعدادا لانطلاق الثورة. شرع في تكوين خلايا المناضلين منذ مطلع عام 1955، حيث بدأت العمليات الفدائية تحدث يوما، ما دفع العدو إلى تشديد المراقبة والحصار على نشاطات شريف ذبيح، الأمر الذي أجبره على الاختفاء من جديد ومغادرة العاصمة باتجاه الجبل، وخاصة بعد اعتقال قائد المنطقة رابح بيباط في فبراير 1955. ظل الشهيد فترة بالجبل قبل أن يعود مرة أخرى إلى العاصمة سنة 1956 لإنشاء شبكات الدعم والإسناد وصناعة المتفجرات التي استخدمت لضرب أهداف العدو الاقتصادية والاجتماعية، ردا على أعماله الإجرامية ضد المواطنين الأبرياء. استشهد بتاريخ 26 أوت 1957 في حي القصبة مع رفاقه وهم يقومون بمهام حيث حاصرته قوات المضللين. شكرا. برافو 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 برافو. شكرا كاميليا شكرا. يا اطفال واش رايكم نروحوا نشوفوا الساحر دركا؟ العاب الخفه تحبوا؟
يلا عمو يوز وقنبوز يلا. شكرا شكرا شكرا، برافو 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 برافو. يا أطفال تحبوا الحكاية، حكاية عمو يزيد؟ واش رايكم دركا نروح نحكي لكم حكاية شجرة التفاح؟ يلا معايا. يا أطفال راح نحكي لكم حكاية شجرة التفاح. هاد شجرة التفاح، واحد النهار كان واحد الإنسان كان تحت واحد الشجرة، كانت واحد تحت واحد الشجرة، هو كان صغير، كان صغير وكان يلعب 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 حول هذيك الشجرة، والشجرة هذه كانت سعيدة لأنه الطفل هذا كان يجي كان يبعث فيها الحياة. ومن بعد راح هذاك الطفل مدة من الزمن ما جاش لهذيك الشجرة يلعب فيها، ولكن بعد مرور عدة سنوات جاء هذاك الطفل ولكنه كان شاب، كان شاب كبير، قعد هكذا كان شوية حزين. قتلوا الشجرة واش بيك ماكش جيت تلعب معايا وكامل؟ قالها دركا كبرت وكامل. قتلوا واش بيك؟ قالها ما عنديش قوت يومي، ما عنديش واش ناكل. قالها راني فقير، ما عنديش واش ناكل وكامل. هي ديك الشجرة تحبو؟ قتلوا إذن يا بني، قتلوا خذ قاع التفاح اللي راهو عندي، روح بيعو وتقوت من هذوك النقود اللي يجوك من هذاك البيع تاع التفاح هذاك. اذا اخذ هذاك التفاح راح باعه واسترزق منه وقدر يكسب قوت يومه. ومن بعد راح مده من الزمن ثاني ما جاش، عاد ما يرجعش هذيك الشجره. الشجره هذيك ركبها الاسى والاسف، توحشته توحشته، ولكن
بعد مرور عدة سنوات رجع عندها، ولكن كان كهل، كان كبير شوية. قالت له اش ماك جيت تلعب معايا وكامل؟ قال لها انا دركا كبرت، عندي مسؤولية وعندي دراري وكذا وكذا. قال لها عندي مشكل، ولادي ما عندهمش وين يسكنوا، حبيت ندير لهم بيت وكذا، وراني على هذاك الشيء لاني حزين وكذا. قالت له ما تحزنش، قالت له خذ كل اقساني، خذ كل الاقسان تاعي واعمل بها بيت العائله تاعك، هكذاك تقيهم من البرد ومن يعني باش تسترهم كما يقولوا. كما كان الحال اخذ كاع هذوك الاقسان وعمل بهم بيت لاهله، وما زادش رجع لهذيك الشجره. بعد سنوات وسنوات رجع لهذيك الشجره، قالت له اش ماكش تجي؟ قال لها هموم الدنيا وكذا. قالت له واش خاصك راك حزين؟ قال لها نحتاج قارب باش نبحر به. قال لها ما صبتش كيفاش ندير؟ قالت له خلاص خذ الجذوع نتاعي وعمل بها قارب وابحر بهم. كما كان الحال نحل الجذوع وابحر بهم، ومن بعد ما زالش رجع. بعد مضت سنوات وسنوات رجع للشجره هذيك. كي رجع للشجره كان الشيخ عجوز كبير. قال للشجره، قالت له الشجره درك انا ما عندي ما نزيد نعطي لك، اعطيت لك كاع كل ما نملك. قالت له ما نقدرش نزيد لك حاجه اخرى. عمو يزيد، كي سمعنا هذه الحكايه نقدر نقولوا باللي الشجره هي الابوين. بالضبط بالضبط بوبي، بالضبط بالضبط. الشجره، شكرا، الشجره هي الابوين. إذا الأبوين هما اللي يعطوه كل ما يملكوا، كل ما يكون لهم يعطوه لولادهم. هذه هي الحكمة اللي نستجوها اليوم. إذا يا أطفال، واش تقولوا لو كان نروحوا الجواب على اللغز؟ تخلع ملابسها في البرد وتلبسها في الحر ولا تهرب من المطر، ما هي؟ واسمك؟ عبد الله. واش هو الجواب عبد الله؟ الشجرة. أوكي، عندك جواب. واسمك؟ واش هو الجواب؟ شجرة. برافو برافو. شكون عندك جواب ثاني؟ واش هي؟ شجرة. شجرة، برافو برافو. شاطرين شاطرين. وانت عندك جواب؟ الشجرة. الشجرة. انتوما ثاني عندكم جواب؟ شاطرين. قولي لي انت يا. الشجرة. 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 شجرة. شجرة. واش هي؟ الشجرة. 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 وانت ثاني الشطرة عرفتيها، واش هي؟ الشجرة. الشجرة. وش هو هذا؟ أوه، هاد الهدية أنا ما شفتهاش. هادي الهدية تقول 21 مارس اليوم العالمي للتلزوميا، مدرستي مستقبلي مع عمو يزيد. واو، جميلة 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 جدا يا أطفال. شكرا 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 شكرا، هدية جميلة. عمو راه أسماء خديجة، مدرسة تماني، جمعية ألف. هايلة هايلة. وي لا 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 لا، دوك تلعبوا معها، دوك نجي نخليها تما الهدية هدي. إذن شكون اللي صاب الجواب؟ تعال تعال نعطوك هدية، أعطيني الهدية تاعو. واش نقعد في السيارة هدي؟ فوالا، ذكرهم باسمك. عبد الله. هذه الهدية تاعك، هذه الهدية تتمثل في سيدي ألبوم مدرستي أطفال، أغاني الأطفال إن شاء الله تفيدك، تقدروا تسيبوها في الأسواق كذلك. وعندك قبعة مع عمو يزيد حصريا، يهديها لك عمو يزيد على الشطارة تاعك. تفضل تفضل تفضل. شكرا 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 يا أطفال. قولي لي واسمك أنت يا؟ واسمك ماريا. تعرفي كاش نكتة من بلاك؟ واش تعرفي ديري؟ تعرفي طيبي برك؟ كنت طيبي في هذيك الدار. واش طيبتي؟ واش طيبتي؟ رشتة؟ طعم؟ الكسكس. الكسكس. برافو 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 برافو. إذن يا أطفال، اليوم عندنا مفاجأة لكم كامل. عندنا عرض أزياء، أن ديفيلي دو مود، رايحين يمروا قدامنا ونطلب منكم انكم تصفقوا عليهم بالواحد. اذا يا اطفال، اليوم شوفوا هاد الشابه هذه اللي لابسه هاد الكراك. واش الشباب هذا؟ بهذه المناسبه ديري بيجو بيجو عمو يزيد. بيجو 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 بيجو
الله يبارك. إذا اليوم عندنا عرض أزياء للأطفال، راح نستقبلهم تحت تصفيقاتكم. يلا تفضلوا 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 يا أطفال. يلا 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 يلا. برافو. شوفوا شحال شابين. يلا تفضلوا أماكنكم. زيد 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 زيد. يلا برافو برافو برافو. برافو. ريتاج تاني تجي معاكم ريتاج؟ هاي. هاي عليك برافو. ريتاج. روحي بنتي منا، خدمي منا. فوالا. زيدي زيدي. برافو برافو. يا أطفال، واش رأيكم نشوفوا واش هم لابسين أصدقائنا الأطفال هادو؟ يلا شكون اللي عندها الميكروفون؟ واش راكي لابسة؟ جو بورت أون روب كابيل. راكي لابسة جبة قبيلية. وي فوالا. روب كابيل. فوالا. أوكي. عطي لزميلتك، واش راكي لابسة؟ لابسة قفطان تلمساني. قفطان تلمساني، الله يبارك، الله يبارك. عطي لزميلتك ثاني. جبة فرقاني تاع قسنطينة. جبة فرقاني تاع قسنطينة، الله يبارك. وانتيا؟ جبة قبائل. جبة قبائلية، اون روب كابيل، اللي مانيفيك. بدرون. بدرون، الله يبارك. أوه هذا التاج تاع ريتاج. جبة قبائل. جبة قبائل. جبة قبائلية، يعني روب كابيل، برافو برافو. وانتيا بنتي؟ كراكو. كراكو، الله يبارك. كراكو هذا يلابس سبيسيفيك شباب. هايل هايل. زيدي عطي لهم. واش راكي لابسة؟ جبة فرقاني. جبة فرقاني تاني، الله يبارك. وانتي؟ غو بلونش. غو بلون، غو بلونش. وهذا العريس تاعك؟ قول. غو بلونش. يلا. كراكو. كراكو. اوكي. شاوي. واش راكي لابسة؟ شاوي. غو بشاوي. الله يبارك. شابة شابة. زيد شكون اللي ما هدرش؟ واش هي لابسة؟ عطوا لها. واش راكي لابسة؟ جبة قبايل. اوه جبة قبايل، الله يبارك. وانت يا العروسة هذه واش هي لابسة؟ عطوا لها. هاكي بنتي، واش راكي لابسة؟ جبة قبايل. ها؟ واش كي تغوب دو سواغي هذه جاب لي ربي. لا لا يا اخي، واش هي لابسة؟ غوب دو سواغي؟ وي فوالا. خلاص اوكي. وانت يا عطوا العروسة هذه تقول لنا واش هي لابسة ثاني؟ شوفي واش راكي لابسة؟ كراكو. كراكو، الله يبارك. وانت واش راك لابس؟ زيت لمساني. مي هذا الزي هذا نظن يلبسوه في الطهاره في الختانه. لا لا وكتاش يلبسوه في الختان؟ في الختان. ريتاج واش راكي لابسه؟ كراكو. ارواحي ارواحي بنتي، واش راكي لابسه؟ كراكو. كراكو. ها الله يبارك. يا اطفال كنتوا هايلين، راكم هايلين. من الجبه الشاويه، ارواحي ورينا الجبه الشاويه تاعك. ارواحي وقفي هنا، اروحي للتاج منا بالعقل ورينا. اوه بالتاج وكامل، الله يبارك. تعرفي كاش ولايه شاويه في الجزائر؟ تعرفيش؟ لا. ها؟ لا. شكون اللي يعرف؟ قولي لنا. سوق هراس. سوق هراس. سوق هراس. تعرفوا غير سوق هراس؟ تبسا. تبسا، وي وي تبسا. باتنا كاين بزاف اللي نحيوهم نحيوهم. إذن يا أطفال كنتوا هايلين، يعطيكم الصحة. أي باي باي، يعطيكم الصحة. يا أطفال لحقنا، لحقنا للركن اللي نحبونا بزاف، هو ركن عيد الميلاد. اليوم عندنا عيد ميلاد ريتاج. يلا وراي ريتاج. يلا 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 ريتاج. هاي هاي بنتي. أوه برافو 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 برافو. إذن عيد ميلاد ريتاج لليوم راح نغني لها عيد ميلاد سعيد، واصدقائنا يروحوا يجيبوا لنا الكاتو تاع ريتاج. يلا هيا نغنوا لها. عيد ميلادك احلى عيد، ربي كتب لك عمر جديد، الله يبارك فيك ويزيد، نقول لك عيد ميلاد سعيد. الله يبارك فيك ويزيد، نقول لك عيد ميلاد سعيد. صحة وسعادة وهنا، إن شاء الله يا ربي لمية سنة وتعيش أيامها أفراح، إن شاء الله يا ربي لمية سنة وتعيش أيامها أفراح. يا بنين ويا بنات يلا نطير بالونات،
احلى الاوقات نزهى نمرح غني نفرح ونعيش احلى الاوقات. هذه الحلوى لك جبناها وشموعك فيها زرعناها باسمك انت زينناها ليلة حلوة يا محلاها باسمك انت زينناها ليلة حلوة يا محلاها. بابا وماما يدعولو واصحابو يبركولو وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو. سنة حلوة يا جميل سنة حلوة يا جميل سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة برافو برافو ديروا مقدار ايتاج برافو 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 برافو. اذا ريتاج ديروا معايا العد التنازلي ثلاثة واحد برافو 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 ريتاج برافو. اذا انا ما بقى لي الا نقول لكم ابقوا على خير استنونا في الاسبوع المقبل في نفس التوقيت على نفس القناة وابقوا على خير. لا تحزنوا حن الوداع يا اصدقاء كل الايادي في ارتفاع الى اللقاء لا ننساكم لا تنسونا احببناكم احببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. لا ننساكم لا تنسونا احببناكم احببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد.